صباح الخير. في سؤال بيقول ايه الفرق ما بين التشيست بريس بالدمبل والفلاي للتشيست بالدمبل؟ الحقيقه الاثنين اكسرسايز للتشيست، الفروق اللي بينهم فروق ميكانيكيه بسيطه جدا، تقدر تقول ان انت تلعب ده امتى او تلعب ده امتى. طيب ايه الفروق دي؟ اول حاجه الاسيستنت ماسل، تاني حاجه اسمها العضله. تعالوا نعرف ايه الاثنين. التشيست بريس حضرتك بتبقى تاني كوعك وبعدين بتنهي الحركه بانك فارد كوعك، فالاسيستنت ماسل هنا هي الترايسبس. الفلاي حضرتك بتبقى فارد دراعك طول الوقت وانت بتعمل الحركه، فالاسيستنت ماسل هي البايسبس. طيب ده كده عرفنا ايه الفرق ما بين الاسيستنت ماسلز في الاكسرسايز ده وفي الاكسرسايز ده. طيب تاني حاجه اسمها العزم. ايه هو العزم؟ هو البعد العمودي ما بين محور دوران ونقطه القوه المؤثره. بلاش نخش في تفاصيل، انا ماسك الدمبل بعيد فين عن الشيست. لو خدنا بالنا هنا ان المسافة ما بين الشيست وما بين الدمبل مسافة قصيرة، لو خدنا بالنا المسافة ما بين الشيست وما بين الدمبل مسافة اطول او ابعد. طيب يعني هنا لو انا شايل 10 كيلو المسافة 10 سنتي يبقى 100 كيلو، لو انا شايل هنا 5 كيلو المسافة 20 سنتي يبقى برضه 100 كيلو. يعني ممكن العب الاكسرسايز ده او ممكن العب الاكسرسايز ده على حسب الاسيستنت ماسل وعلى حسب البروجرام بتاعي اللي انا عايز اشتغله. دي حاجة تانية، الاثنين ما كده ما بقاش في بينهم فرق، الا انه لما العزم هنا زاد انا اضطريت ان انا اشيل اوزان اقل، وده طبيعي بيبقى ملحوظ دايما ما بين التشست فلاي والتشست دمبل بريس. اخر حاجه عايزين نتكلم عنها، الناس في التشست بريس بتبدا تلف ايديها في الاخر فوق. اللفه دي ملهاش اي معنى. اولا اللفه بتحصل من حاجه اسمها راديو النر جوينت، مفصل موجود هنا اسمه الزندق كوبوي. ده اول حاجه. تاني حاجه الجاذبيه الارضيه بتشدك لتحت، فالوزن على الحته على الوضع الافقي ده لما بيلف ملوش اي معنى. المعنى الحقيقي انك لو عايز تلف تعمل الادكشن ده ممكن تكون حاطط كيبل، ولازم الكيبل يبقى بزاويه معينه، ممكن يبقى نتكلم عن الاكسرسايز ده بعدين. انما وانت بتعمل دمبل بريس ملوش اي معنى انك تلف ايدك. تمام، هنراجع بسرعه. الاسيستنت ماسل هنا الترايسبس، هنا البايسبس. اللفه فوق ملهاش دعوه علشان الجاذبيه الارضيه بتشدك لتحت، والفرق بينهم هو العزم. فممكن تعمل ده او تعمل ده على حسب البرنامج التدريبي بتاعك وعلى حسب التكرارات والمجموعات اللي انت عايز تعملها. شكرا، اشوفكم الفيديو الجاي.